كنموت على هذا كنزوم حتى وراتي تاع الواليده زين السلام عليكم احبابي كي دايرين لاباس عليكم كي دايره الصحيحه توحشتكم بزاف 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 انا راه باقه في المغرب باقي نشادين لي رجال البلاد وكنشرب واحد الكويس اتاي من عند مني دين الوالده جالسه انا اختي والوالده كنتحتو ها هي اختي بغات تسلم عليكم السلام عليكم كي دايرين لاباس كنشكركم بزاف على لي ميساج لي صيفطتو لي لي خطيكم الله يكبر بيكم كما كبرتو بيا الله يكبر بيكم شكرا وسلموا على كلشي على والديكم وعلى عائلتكم وعلى حبابكم لا لي خطيكم غو بيزو تهلاو في والديكم تهلاو ليا فهاد الحبيبات لي مسخيت بها انا باقي جنب وانا نبوس مسخيت كاع ليا قرار لي بوسان كبيرة. أنا كنبوس كريتها. بوشي ليا المشاهدين. لو بيزو 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 عليكم كاملين لالا خطيكم وميرسي بوكو تشرفت بيكم وشكرا بزاف لالا خطيكم. الله يكبر بيك. الله يكبر بيك. وانتم مع الوالدة. هيا بغات تسلم عليكم. السلام عليكم كدايرين وليداتي لاباس عليكم كدايرين مع الصحيحة كلشي بخير وليديكم بخير اللهم لك الحمد فنتشرف بيكم بزاف وتنتولى حد ولدي اسمه يوسف. هاي حاجة تانية نبيلة قالت لي راه سلم عليك بزاف. سميتو يوسف الشاب. يوسف الشاب. قالك دعي معايا. هي الله يسهل عليه الله يعطي صحيحته الله يخلي لي صحيحته. الله ييسر أموره. الله ييسر أموره الله يعاونو مزيان مسكين واحد الولد خر تاني يوسف خر تاني. منين هاد يوسف الآخر؟ من مراكش وقيلا. الأصل ديالو مراكشي ولا كان من الصحراء؟ إيه راه كان مسكين اتصل شحال من خطرة مسكين تيسول عليا سول عليه الخير وربح. الله يرضي عليه. قالت له عمرو. بغيتي تزوجيه؟ هو انا والله بغيتي عندنا نزوجو مرحبا بي. عندنا مرحبا بي. والله يرضي عليكم والله يعاونكم اللي تتعاونوا بنيتي وفرحانه بنتي بيكم بزاف. والله فرحانه بيكم. فرحانه بيكم بزاف الله يعطيكم صحيحتكم وان شاء الله نوبه اخرى تانا ندير شي فيديو وتانا تضحكوا معايا ولعبوا معايا ودوروا معايا. كتفرح بالميساجات. اي تانا تانا هادشي. كتفرح بالميساجات ديالكم. زوينين تيعجبوني الميساجات زوينين. دوك الخايبين تيضربوني في قلبي. هاد الزوينين هادو بحال قط. تنشطوا. هذا واحد خالي كاين وراء الكاميرا وكيهضر حشمان. كيفاش؟ ما جاش الكوغاج يجي قدام الكاميرا. كيقول لازم نفيلميك ويدير الكاسكيطة. والكمامة هنا قلت له اخرج اخرج من الكاميرا ما عندنا نشوفو لا اخرج شنو مسكين اجي اختي بغيت نهضر مع الوالدة بغيت نقول لها واحد الكلام اخبار الخير راه قلت لك اليوم اجي ربي الحبيب دابا المشاهدين بابا الله يرحمه سمعتي يا ماما؟ اييه الله يرحمو بابا عزيز علينا وكل شيء هو اللي ما لقاش بحال واخا ندور للسمعة ونبقى ندير هاي 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 تاع قلبي هاي شد ولادي تفهمني هاي تاع قلبي شد ولادي تفهمني هاي زوينة الواحد يضربي معاه 40 عام ولا 45 عام عاش ولا تقولي ماشي راه الراجل ايه تاع قلبي تبارك الله عندي ربعة البنيات شوف انت خرج زينة اه ماما كنبانو ليها زينات زينات اول مالكم ما كيحسن منكم حتى واحد كنبانو ليا تما ما مخيرات ايوا الواحد يجي مع ولادو واشنو عندي جوج اخرين تما تبارك الله على مزوينات تما شهبات شهبات وزينات وبيضات زينات وبيضات وعاليات. إلا لا مرضورة تيبقاو فيا ولا عندهم مشكل عرفتي تنتعصب. إوا الله يرضي عليهم كاملين بناتي الله يرضي عليهم كلشي وليداتي. إوا سمعي واحد الهضرة راني بغيت نقولها لك. إوا هضرتك أختي قاصحة. قولي شي هضرة قاصحة ما قدمتش عليها عطيني شي حاجة رطبة. لا قولها لقدام المشاهدين هما يحكموا. هانتوما تحكموا. وي بزاف. دابا الوالد الله يرحمه هذه أكثر من 8 سنين. أييه. وستوفى. مسكين ايوا دا اول على مسكين ايوا هي هادي اللي عرفها وتتقيد عاودي لي عرفتها دابا اش قلت انا ومن راه فاتحت ساره بالامر وقلنا قلت بغيت نجيب لك كاوري نزوجك الله يخليك نزوجك ثلاث ايام ساكتة ايوا السكوت على ما تريد ساكتة زعما انا بغيت الله معاك
الهضره الخاويه. انا انا خيتي قال لي تشابه داروا لي حجاب قبلات 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 عندهم 80 عام تزوجت من خلاني باك باقا شابه اخواتي قبلات ما كنت لا لا حبيبي الله يرضي عليكم باقا صغيره باقي الله يرضي عليكم ابنياتي تزوجها بكم وبوليداتكم كلشي ومالكي ضحكة اخوة دريا قبلات الله يلا عاور خوك 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 فرحان جيب لها قاوري هادي عمري ما سمعتها قولي لها شي الفار خليني ناكل عليها واحد الحلوه خليني ناكل عليها واحد الحلوه بعدا جيبوا لي عبزه دابا شنو جبال لك اويلي بغات الفار عندي الواسي وعندي نسابي يضحكوا عليا وعندي خويا لا خوتك قالت لي تقابل خوتي تقابل الحرامي قابل يا داري الله تبغي تركبني على يمك كتقول امي فينا يا امي غادي نجي نسد عليك الباب تمشي عند الشابه وي الشابه اش بغات تربى صغيره مع راجل ولادها لا غنمشي ما الا تسعيك الباب قالت لك انا تعلمت وانتم شوفوا احنا جبنا قلنا لها نجوزوك وعيشي بخير مالك درتي عيشي بخير ابني قلت نجوزوك ما كيبس لا خيتي هذيك ماشي رضا هذيك ما بغيتيش تبرعيني نبقى معاكم بغيتي تصيفطوني المقبره بعينيا محلولين شديت الباك ورجعت تحضيري ويلي شديت الباك انت شدي ورجعي لي تحضيري لا انا ما قديتش على هذاك لا راه غادي ندخلك لافاك نيشان لا ولا لافاك هازا ما يدخلني لي قتي ندير انت راه عندك قصر في الجنه اولي كتبوا مع النصراني تقعد نمشي فيها لا ما عرف الفرنسويه غاتعلم لي هاد الشيء راه معاه بالاشارات شعوري تعيط عليك شي عزيز عليا اختي الصراحه والله العظيم عزيز عليا بزاف خذي شي مصاب خليه مسكين دابا ان شاء الله لقات من صابيه شي بيت نعاس شي بيت نعاس مدرسي والخاتم ما كنتش راه قال لك كاع اللي بغيتيه هنا تلقيه دابا شنو هاد الساعه وليدي نضحكوا نلعبوا تسمحوا لي انا تنضحك ونلعب انا مجوجه بصالتي ومجوجه بوليداتي صافي غنضحكوا بدريه بناتي تيبغوا يضحكوا معايا باش يديروا لي خاطري عارفيني مريضه وطانسيو داكشي تيقولوا راه ولا ما انا راك باغا نيت نجوز الحبيبه ديالي الله يرضي عليك الله يخليك ليهم الله يخليك ليهم امين امين سي دوماج سي دوماج المشاهدين احنا بغينا زعما الرضا قلنا عشنو نزوجوا الوالده هذه بعدا هذه هذه بعدا قريبه ليا ديال لا شافتني مشيت عليها تسطى تسطى ربي الفرخ لا لا راك كبيره ربي الفرخ ماشي على ما مازال حقك حتى تتعيشي ويلي انا انا بعد اه انا زوجة هذا ها هو زواجي ها هذا انا ماشي راجل انت يا اولي انت الراجل الكبير ديالي عندي جوج رجاله اه اولي ديك اللي فات خلاص هذيك راه عرفتي راه هي تقول لك انا راه راجلك كوثر تقول لي انا راه هي راجلك انا ديري هوك ولا ديري هوك نوريك عرفتي انت نتشاور مع اي حاجه نتشاور معاهم تاع بنياتي مزيانين ويسرى تا هي الله يرضي عليها الله خلي لها وليداتها والله يفرش الله يهديهم كلشي قلت لهم الاسماء ديال كلشي ولا لا نبيله بعدها لالا نبيله ديالتي وبنيتي عزيزه عليا هي البكره ديالي ما خليانيش حطي لي شي حاجه الله يرضي عليها ديالي هي ولا كوطر وانتم المشاهدين لا تقولوا ما بغيتش لا هذه الله يرضي عليها زعما عمرها ما عيرتني ولا عمرها قالت لي شي كلمه ولا دارت فيا با قال لها سير بنيتي انا مزوق فيك لامك كان مريض مسكين شاد الفراش قال لها بنيتي الخير دي ديري امك امك تهلاي في امك قال لي ديري تهلاي في امك ايوا بنتي تحك معاك البارح قلت عليك تشمشيك درتيها لا انا ما ضحكوش معاها لا انا ما عنديش حظ نضربوا معاك جيبوا لي نيشان وختار العراس مشى وكل شيء مشى جات تفوجي شويه ونديروا عيد الميلاد الدراري وطهروهم ايوا عيد الميلاد بلا وقت ايوا جيب عندك نتنفسها شويه ايوا رانا منفسه الحمد لله الحمد لله اللي بارك مع والدي غاد لقيت القهوه ولا من القهوه لا قهوه بنيتي ولا من القهوه المشاهدين انا راني حاولت ناخذ الرضا
ولكن هانتوما الوالده راه مو بغات وحنا رانا نبوسو لك يديك. سير بنيتي الله يفرجك بالرضا غنفين. شكرا لكم على المتابعه وراه كنضحكوا معاكم وراه بغيت ندير غير ندير مقلب في الوالده وبغيت نشوف ردة فعل ديالها نشوفوها واش ناوي على شي قضيه شي زواج ولا ما ناوياش عليه. شادة كيف خلاك بابا باقة الحمد لله وشكر لله ماما راه لدرجة انه بالليل ما تخرجش بحال يعني بحال بابا باقي كاين باقا متبع هذاك الشيء ديال البابا يعني التقاليد وداك الشيء داك الشيء اللي معلم اللي مولفاه كانت مولفاه مع بابا باقا شادة فيه يعني كتوصل واحد الساعة ديال 6:30 7 كتدخل للدار بحال راجل ستاتي كاع مابقاش نخرج في الليل انايا كاع ما تخرجش بحال كاين راجل في الدار بابا راه الله يرحمه نمشي نتخدع في الخدارة ونقول لك راه ورايا انا سمعتي هضره ولا جاي نقول لك راه لحقاش كانوا تزوجوا على الحب ياك تزوجنا على الحب ولا الدرب درب واحد درب وتزوجنا على الحب وكنا نتباغوا مع بعضياتنا اللهم لك الحمد كان زوج تاع الحلال كان الحلال واخا تمرمدنا مع وليداتنا وتعذبنا ودرنا حيت تبارك الله البنيات داك الشيء كلشي داز بخير وعلى خير والحمد لله اللهم لك الحمد وانا باقا معاكم صلوا فيا والله يسهل امركم والله يخلي لكم ما عزيز عليكم واش نحكوا معاكم احبابي يا خوتي سمحوني غنضحكوا معاكم وشكرا لكم على المتابعة أحبائي الكرام وانتظروني قريبا في فيديو جديد إن شاء الله مع أختكم نبيلة شكرا أراك نضحك معاكم باي باي.